دكتور محمود، أهلا سيادتك. التصريح اللي حضرتك طلعته والتحذير بتاع النهارده في غايه الاهميه، بس خليني اسال حضرتك، طلعته بناء على ايه؟ ليه؟ زي ما حضرتك كنت بتتفضلي في المقدمه، انه لقينا انه لا، في عدد من ال يعني لما نسميهم اللي يمارسوا النشاط الاقتصادي بيقوموا بالتصريح على ان هذه السلعه ستكون غدا بالسعر الفلاني، ستقوم بالزياده بنسبه 30-40%، وهي الحقيقه وفقا للاليات السوق، واحنا بنقول ان دايما ان الاسعار بتحدد وفقا للعرض والطلب. فالنهارده يعني بيان البيانات، مثل هذه البيانات هي بنسميها في علم المنافسه ما يسمى مؤشرات سعريه، فهو بيدي اشاره زي ما حضرتك تفضلتي للسوق، يا جماعه لا، السعر لازم يعلى او علوا السعر. فهذه السياسات هي سياسات مضره بالمنافسه وتضر بالاقتصاد القومي، واعتقد ان احنا في فتره يجب على كل ان يتكاتف في ظل هذه الظروف الاقتصاديه العالميه، فلازم الكل يتكاتف في سبيل المرور من هذه الازمه العالميه، وان احنا يكون هناك حمايه للاقتصاد القومي والمستهلك المصري. نعم. طيب، في ما هو انا ما بحبش كلمه عقاب، لكن في حد معين لازم يبقى فيه عقاب. هتعملوا ايه مع، او هتعملوا ايه مع التجار او اعضاء الغرف اللي بيطلعوا يقولوا احنا نتوقع ان السلعه الفلانيه يا اما مش هتبقى موجوده في خلال كذا، او لما تتواجد هتزيد بسعر كذا؟ لا، هنا فعلا قانون حماية المنافسة بيحط عقوبات على مثل هذه الأمور، وهي الأمور التي من شأنها رفع الأسعار، وهي المادة 6 من قانون حماية المنافسة بتنص على ذلك، أن هناك عقوبات تتراوح ممكن تصل إلى 500 مليون جنيه وفقا لقانون حماية المنافسة. طيب، هل ممكن حضراتكم نظرا للظروف دي ومش عايزين حد يستغل ده ومش عايزه اقول يعمل فزاعه للناس بفكره الغلاء اللي هيبقى من وجهه نظره، هو بيصدر فكره غلاء غير محتمله يعني للناس، هل ممكن تبعتوا تحذير دكتور محمود؟ هل ممكن تبعتوا لفت نظر؟ يعني انا ما اعرفش الحقيقه، مش عايزه اتدخل في شغل حضراتكم، ولا هتكتفوا بالتصريحات الاعلاميه؟ لا يا فندم، احنا في يعني في الامور مثل هذه الامور، في حال ان احنا وجدنا شيء احنا بنقوم على طول بفتح فحص في هذا الملف.